الاجزاء اللي فاتت كنا بنتكلم عن الجي او اي بتاع الفلاش او الفلاش في شكل برنامج، لكن لحد دلوقتي ما اتكلمناش او ما شفناش الفلاش بيشتغل ازاي فعلا. من اول الجزء ده انا برجوك ان انت تكون مهتم اكتر وتكون مركز، لان من اول ما نبتدي نشرح السيمبلز كده يبقى احنا دخلنا في الشغل الحقيقي للفلاش. كل اللي فات انا كنت بعرفك المينيوز الاوبشنز التول بار التولز البوليجون واتيفر، ازاي تفتح فايل، ازاي تعمل اي حاجه. لكن من اول الجزء اللي جاي انا هبتدي اشرح السيمبل. يعني ايه سيمبل؟ سيمبل عشان تقدر تفهمها بابسط شكل ممكن هي كونتينر. يعني ايه كونتينر؟ لو احنا دايما بنفتح دوكيمنت جديده وبنبتدي نرسم على الستيج، تعالوا نبص. اوكي انا باجي برسم على الستيج، تمام؟ انا برسم ده اسمه شيب. لحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجه، ما عملناش قبل كده. ده شيب مكانه فين؟ هنا على الكانفاس. مكانه فين على التايم لاين؟ على رقم واحد على الفريم الاولاني. الشيب ده احنا اتفقنا احنا ممكن نعمل بيه كل حاجه احنا عايزينها، لكن ما هواش اللي ممكن تكمل بيه. ده مش اكتر من الطوبه الاولانيه او البيزك لاين او اول حاجه. طيب الشيب ده انا ممكن اعمل فيه حاجه تانية، ان انا احوله لسيمبل. خليك فاكر اف 8 وانت عامل سيلكت الشيب بتحوله لسيمبل، دوس اف 8 كونفيرت تو سيمبل. convert to symbol بتظهر لي الويندو دي اللي هي بتاعت convert to symbol. انت عايز بقى السيمبل بتاعك ده يبقى ايه؟ يبقى موفي كليب. طبعا دي هنشرحها في شابتر او في اتنين او في ثلاثه لحد ما نقتلها بحثا زي ما بيقولوا. موفي كليب ولا بوتن؟ بوتن طبعا هتاخد وقتها. او جرافيك، تمام؟ دلوقتي انا هختار ان انا اعملها جرافيك لان ده ابسط نوع من الانواع. جرافيك اوكي. لو الجزء ده ما كانش ظاهر عندك اللي هو اللايبرري دوس كنترول وال. بص كنترول وال كنترول وال، تمام؟ فتح بانل اسمها لايبرري. اللايبرري يعني مكتب. اللايبرري جواها ايه؟ جواها السيمبل اللي على الستيج. طيب لو انا جيت على السيمبل ده ولغيته، عملت له ديليت، ما راحش من اللايبرري. اللايبرري حاجه منفصله تماما عن الستيج. لكن لو جيت خدت السيمبل ده، لو سيمبل واحد عملت له دراج، تمام؟ عمل لي ايه؟ حط لي حاجه اسمها انستنس. انستنس يعني نسخه، او زي ما بيقولوا ايه؟ زي كانه حط لي شورت كات، تمام؟ اهي زي ما انت شايف انستنس اوف سيمبل 1. انستنس اوف سيمبل 1 دي حاجه عظيمه جدا هتفهمها بالراحه قوي. ان انت لو دراج عملت دراج لسيمبل، وادي سيمبل وادي سيمبل وادي سيمبل، كل واحد من دول انستنس من السيمبل الرئيسي اللي هو سيمبل 1. طبعا غلط جدا ان انا اسمي حاجه سيمبل 1. لما تعمل سيمبل سميه بالحاجه اللي انت بتعملها. يعني انت هتعمل سيمبل اسمه ريد سيركل، خليها ريد سيركل. انيميشن هيبقى انيميشن، بانر هيبقى بانر، بانر 1 بانر 2 بانر 3، حسب هو ماشي ايه في البروجكت بتاعك لازم تسميه دي عشان تفتكره. لان زي ما اتفقنا هسمي سيمبل 1، السيمبل اللي جاي هيبقى اسمه سيمبل 2، واللي بعده هيبقى سيمبل 3، وانت مش هتعرف واحد من 2 او 3. لو عندك لايبرري فيها 200 سيمبل او 300 سيمبل، وهتبقى ماشيه من اول الفلاش لاخر، من اول الفايل بتاعك لحد اخره هتوه. لازم تسمي الحاجه بتاعتك ومش تسميهم بس، تحطهم جوه فولدر. دي هنبص عليها بالراحه قوي دلوقتي. الاهم او الجزء الاهم اللي انا كنت بقول لك عليه ان كل الانستنس دول مش اكتر من شورت كات، يعني تقريبا لا يعنوا اي شيء. ما هماش حتى لهم سايز، هم لهم شكل قدامك بس ما لهمش سايز. يعني انا لو سيفت الفايل ده هيبقى الفايل ده كان فيه سيمبل واحده بس، كان فيه شيب واحده بس اللي هي الدايره الحمراء بس، ده كل السايز اللي جواه. لكن كل دول تمام مالهمش اي سايز. يعني انا لو عملت
1000 واحده من دول الفايل سايز مش هيتغير. طيب هسلكت اول كنترول اي وهعمل ديليت. هدرك سيمبل تاني عشان اوريك حاجه. شايف الدايره الحمراء اللي بتظهر؟ الدايره اللي جوه الدايره الحمراء دي والكروس اللي ظاهر ده، ده معناه ان دول السنتر بتوع السيمبل ده. تمام، دول لما انا جيت في الاول لما عملت كريت سيمبل، تمام، دول اللي انا اخترتهم ان هو التنشن هاندل او السنتر بوينت بتاعته بتبقى هنا في الشمال فوق. تمام، وده السنتر بتاعه. هنتعرض للموضوع ده برضو بتفاصيل اكتر، بس ركز معايا لان الجزء مهم. طيب السيمبل ده انا عايز اعمل له ايديتنج. زي ما انت شايف ان هو خلط حواليه مستطيل اللي هو بتاع الاوبجكت، تمام، وبيقول لي ان ده انستنت اوف سيمبل. لو عملت دبل كليك جواه، تمام، هيدخلني جوه سيمبل واحد مش جوه انستنس اوف سيمبل. يعني لما انا هبتدي اغير في الشيب ده هنشوف ايه اللي هيحصل. انا برسم بالاحمر تاني جوه الاحمر، فمش باينه، تمام كده كويس. اوكي بص انا جوه سيمبل واحد، بص هرجع لسين واحد تاني. اوكي انا عدلت، التعديل حصل فين؟ حصل على الستيج، على الانستنس، وعلى السيمبل. تمام، يعني التعديل حصل في مكانين مش في مكان واحد. خد بالك لما تعدل انستنس اوف سيمبل هتغير السيمبل نفسها كده. حاجه ثانيه متفقين عليها. طيب لو هتلاقي واحده ثانيه اهي اخضر واحمر، مش احمر زي ما كان. تمام، اوكي، لحد دلوقتي احنا عملنا حاجه بسيطه قوي من السيمبل. السيمبل ممكن تكون مفيده في ايه؟ ان السيمبل نفسها ممكن يبقى جواها الرول. يعني انا لو عملت دبل كليك على السيمبل دي اداني تايم لاين تاني جواها. تمام، اوكي، هرجع للسين واحد تاني. تمام، وهعمل ديليت وديليت وهوريك طريقه تانيه تعمل بيها سيمبل. اول حاجه انا قلت لك ان في هنا الفولدر. انا اول حاجه هعمل فولدر، تمام، هسميه تيست. تمام، طبعا فولدر حاجه فيرتشوال مش حقيقيه. تمام، وحضرتك جواه السيمبل اللي هي سيمبل واحد، يبقى سيمبل واحد جوه التيست. تمام، وبيظهر لك جوه ايه؟ جوه 3. يعني انا لو حطيت جوه تيست هعمل سيمبل تاني مثلا، هاجي هنا على الورقه اللي هي الساين بتاعت الورقه اللي هنا تحت وهكليك عليها. انت عايز سيمبل ايه؟ عايز سيمبل تاني جرافيك. تمام، ممكن تكليك على ادفانسد تحدد شويه حاجات تانيه فيه. تمام، خلينا في البيزك بس دلوقتي. نختار جرافيك. اوكي، زي ما انت شايف ان هو فتح لي شكل تاني خالص جوه الستيج بتاعي وما بقتش شايف الحواف الرصاصي. تمام، يعني لو رجعت هنا انا هنا عندي حواف رصاصي هنا وهنا، لكن هنا اوكي هنا في الجزء ده في ايه؟ في مفيش اي حاجه. وفي عندي كروس في النص بتقول لي ان دي السنتر بتاع الجزء اللي انا هرسمه. عشان اميز انا بعمل ايه، انا هرسم هنا مستطيل هنا كده هيبقى لونه اخضر. هرجع تاني سين واحد. تمام، انا اللي عندي لا مستطيل ولا عندي دايره على السين على الستيج بتاعي. تمام، ايه اللي يفرق سيمبل واحد عن سيمبل واحد؟ الاثنين اسمهم واحد. تمام، لكن واحد جوه فولدر اسمه تيست، تمام، في فولدر تاني والتاني لوحده بره. يعني انا لو عملت دراج لده جوه هنا، تمام، هتظهر لي الايرور دي بتقول لي one or more library item already exist in the direct document. يعني انت عايز ايه؟ replace ولا do not replace؟ هقول له cancel دلوقتي. تمام، وهغير اسم السيمبل ده. تمام، هخليه مثلا green. تمام، لو غيرته كده لجرين وعملت
تراك جوه السيمبل هنا. تمام تمام غيرهم لي ان ده بقى اسمه جرين وده اسمه سيمبل واحد والاثنين جوه فولدر اسمه تيست. انا ممكن ارص فولدرز هنا زي ما انا عايز واحط جواهم سيمبل زي ما انا عايز والفولدر يبقى اساميهم مرتبطه بالشغل بتاعهم. حاول تنظم تفكيرك فيما يخص السيمبل كموفي كليبس كباتنز كايمجز كفيديو ككل حاجه عشان تعرف تنظم الفلاشايه بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي. انت ممكن تعمل فلاشايه واحده بس تبقى ويب سايت كامل كبير بيعبر عن حاجات كتير جدا 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 جدا، فلازم تبقى منظم. خد بالك من العمليه دي. طيب هنرجع تاني ونعمل حاجه تانيه. هنعمل ايه لو انا عملت دراج لده هنا؟ تمام هو هيحتل ايه؟ هيحتل واحد. طب لو دوست هنا ودوست اف 7 تمام بقى عندي بلينتي فريم. طيب لو عملت دراج للسيمبل ده هنا بقى عندي من اول هنا لهنا، تمام عندي من اول واحد لحد 19 عندي المستطيل الاخضر، وبعديه بمجرد ما الميتر بينط كليك دخل يعرض سيمبل تاني. الامر ده الفلاش بتشتغل فعلا كده ان هو على التايم لاين، بيمشي على التايم لاين لحد ما يقابل حاجه تاني يبتدي يشغلها. ومش شرط ان الحاجه دي تكون ستاتيك زي اللي احنا شايفينه ان هو مستطيل اخضر ودايره حمراء فيها دايره خضراء، لا دي ممكن كل واحده من دول تبقى موفي كليب او تكون جرافيك بتتحرك وبتشتغل وفيها حياه. انا بوريك حاجات ستاتيك وبسيطه قوي عايزك تركز فيها تاني. اعمل اللي انا عملته ده مره تانيه وحاول تشوف ايه اللي بيحصل وارتجل شويه عشان تعرف انا قصدي اقول لك ايه. من اول هنا من اول الجزء ده احنا فعلا بنتكلم كده في فلاش صح. كل اللي فات كان مش اكتر من ان انا بوريك ايه اللي بيحصل. دلوقتي انا بقول لك فلاش بيشتغل من جوه ازاي. تايم لاين بيتحرك بيقابل موفي كليب بيعرضه، بيقابل اكشن سكريبت بيخرج من الموفي كليب يبتدي يعرض موفي كليب ثانيه، من انستنس لانستنس بيبتدي يتحرك من موفي كليب لموفي كليب من تايم لاين لتايم لاين. ده اللي بيحصل. شريط سينما بينط من سين لسين، بينط من ستيج لستيج، كانك بالظبط مخرج بتقطع المشاهد بتاعتك وبتشتغل عليها. اشوفك الدرس الجاي.